فيش حد يحمينا، فيش حد يجري ورانا، كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ كل حياتنا رعب وعذاب، مش عارفين وين نروح. لحظة ما رموا المناشير والواحد على أعصابه هيك شادة، بالذات فترة الليل نحن عارفين نطلع، قالوا توجهوا على الجنوب، فيش مواصلات، شارع صلاح الدين مغلق، سيارات فوق بعض، انضربت السيارات في الليل، الأولاد بيرتموا في حضن الواحد بصيروا يعيطوا ويبكوا. ما يعني مفيش ناس، بخاف وبرتعب، وفي الليل يعني بحضن بابا وين نكون، فيش مكان نروح نتخبى منه، من القصف ولا من ايش، فطول حياتنا بأس ومش عارفين كيف نقعد. فيش مدارس كمان، فيش حد يحمينا، فيش حد يجري ورانا، كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ حياتنا رعب وعذاب، مش عارفين وين نروح.